يقول إذا دخلت المسجد وقد قضيت الصلاة ولم أجد جماعة ثانية فصليت وحدي وأنا في أثناء الصلاة أقيمت جماعة ثانية ماذا أفعل؟ لا يجوز لك أن تقطع صلاتك، تستمر في صلاتك، لا يجوز أن تقطع صلاتك الفريضة لأجل جماعة ثانية. لكن لو أنك كنت تصلي الفريضة وأقيمت الجماعة الأولى في المسجد، أنت تظن أن الصلاة قضيت لكنك واهم، دخلت المسجد ولا لا، وأنت تصلي أقيمت الصلاة الأصلية الأولى الإمام الراتب، فهنا تنقلها من فريضة إلى نافلة أو تقطعها وتدخل مع الإمام، أما الجماعة الثانية لا تقطع لأجلها.